بتغيري على باباك يا ليلى؟ جدا. يا لهوي جدا. انت بتغيري اكتر من امها؟ طبعا. ازاي بقى يا ليلى؟ لدرجه ايه؟ ما بحبش الناس المصطنعه بصراحه. يعني ماشي ممكن واحده تيجي تقول له هاي ازيك الاخبار انا بحبك جدا ممكن نتصور باي 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 وخلاص ده الطبيعي. انما مش هاي انا بحبك على فكره انت زي القمر في الحقيقه. ايه ايه فجاه كده كنت داخله لها بوشاه ايه ايوه يعني ايه ايه لا 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 ما بتتكسفش تدخل في ال ايه مالك خال انا ما بكسفش انا بجد ما بكسفش انا بتكسف عامه عم جدا عيب يا ليلى دي معجبه برضه في الحاجات دي ما بتكسفش تدخل على طول بقول لك ايه انا مش هخرج معاكي تاني على فكره يعني مش تستنى تروح تقول لمامتها لا 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 هي بتتصرف لوحدها مامتي لو عرفت مش هتعمل حاجه تقولي عادي يا ليلى معجبين ومش عارفه مامي متفهمه شويه انا مش هتفهم بس انا يعني والله العظيم زي ما بقول لحضرتك كده عادي ما فيهاش مشكله لو جت قالت له انا بحبك وبحبك جدا ومعجبه بيك وتمثيلك ونتصور وبتاع اكتر واحده فاكراها يعني قابلت باباكي كده هي البنت دي اللي انا قلتها لك لو انا بحبك على فكره طب خد كلم واحده صاحبتي بتحبك كمان ايه انت وصاحبتك كمان في ايه؟ لا 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 ل